مساء الخير أحبائي وأعزائي في قناتكم المسيح هنا، بركة صلواتكم تكون معنا آمين، وشفاعتنا دائما مقدسينا معنا آمين. قناة المسيح هنا اليوم أحكي فيه قصة جميلة جدا. أنا لم أقلل من شأن ولم أدين أحد، أنا لست الديان العادل ولست المسيح ولست نبيا، بل إنسان واضح وصريح. هناك شخصيتان، ولكل إنسان احتمال، ولكل إنسان له قوة، ولكل إنسان إيمان. رانيا عبد المسيح تظهر في فيديو قد تكون مكروهة أو مجبورة أو حقيقيا أو مجبرة أو مضروبة أو ملعونة منهم، لعنوها وسبكوها وضربوها، كل شيء جائز. ولكن رانيا قد ظهرت في فيديو إنها تشهر إسلامها وتقول أنها أصبحت مسلمة. الكل يطالب بخروجها بعد عودتها أكثر من أسبوع ولم تظهر، وتقول أين هي وماذا فعلت وماذا كان ومن هم الخاطفون ولماذا صامتون عن هذا الخطف. أين الجناه؟ الكل يتساءل. ولكن لست أنا الديان، لست أنا المسؤول. رانيا عبد المسيح قد تكون أجبرت، قد تكون ضعفت، قد تكون مثلنا مثل أي شخص آخر. ولكن في مثل هذا اليوم 23 من شهر أبيب، هناك شخصية جميلة غلبت الشيطان، كانت من بنات أكابر أنطاكيا في آسيا الصغرى، كان والداها يعبدان الأصنام. شوف الفرق بقى، كانوا بيعبدوا الأصنام. ماتت أمها منذ طفولتها، أبوها إداها لست مسيحية تربيها. كانت المربية دي بتحكي لها قصص الشهداء واللي بيحب بينالوه من السعادة في الحياة الأبدية. اشتاقت أن تكون الطفلة شهيدة على اسم المسيح. لما كبرت وترعرعت رآها الوالي فأعجب بها وأراد أن يتزوجها، ولما عرف أنها تؤمن بالمسيح فزع وطلب السجود للأصنام. قال لا، لازم تسجدي للأصنام، فرفضت بشدة. حاول أن يلاطفها كثيرا يمكن عشان يتجوزها، ولكنه لم تطعه. غضب جدا وأمر بتمشيط جسدها، يجلدها بأمشاط حديدية ويدلك جسمها بالخل والجير، ففعلوا بها ذلك وحطوها في السجن. ولكن ظهر لها ملاك الرب وشفاها من سائر جراحتها. وتاني يوم أمر الوالي إنها يجيبها، فلما رآها سليمة شافية معافية أمر أن تعلق على الهين بزين وتعصر زي العصارة القصب يعصروها. وشفاها الرب فوضعها في مرجل كبير رصاص ساخن، ولكن أنقذها أيضا الرب. آمن كثيرون بسببها ونالوا إكليل الشهادة. ولما تحير الوالي في أمرها أمر أن تقطع رأسها، فبسطت يداها، رفعت يداها وصلت وأحنت رأسها. سابت رأسها لمين؟ للسياب بشجاعة نادرة. قطع رأسها ونالت إكليل الشهادة. وقد أظهر الرب من جسدها عجائب كثيرة، وما زال جسدها موجودا بكنيسة العذراء مريم بحارة الروم بالقاهرة. بركة صلواتها لتكن معنا آمين، ولربنا المجد الدائم. من هذه القديسة العظيمة؟ إنها الشهيدة مارينا، الشهيدة مارينا. يا رب شفاعتها تكون معانا آمين، وتقف جنب الأخت رانيا عبد المسيح إن كانت في أزمة حقيقية، وتقف بجنبها في كل الأحوال، وجنب بناتها وأسرتها وأمها وجوزها. شكرا ليكم أحبائي وأعزائي،
ولكم مني كل الحب والتقدير والسلام لكم. ولو عجبكم الفيديو أرجو الاشتراك في قناة المسيح هنا.